başka yağmur. Yemek sepetini indirim yağmuru. 10 binden fazla restoranda yüzde 25'ten. Yağmur. <laughs> يا اهلا وسهلا فيديو جديد من قناتي فاميلي وورد ويا مرحب بالصبايا اللي انضموا جديد معنا بالقناه مثل ما لكم شايفين نحن بالمقروس لانه في اشياء كتير رح اجيبها لانه رح نعمل سوا كيكه كامله من الايس كريم هذا الفيديو وعدكم فيه من فتره منيحه في فيديو سفرة العيد اللي ما شافوا يروحوا يشوفوا تذكروا حكيت لكم ان الفواكه رح اعمل فيها فيديو كتير رح يعجبكم لهيك خليكم معي بهذا الفيديو خطوة بخطوة وكمان رح رد على اسئلة وتعليقات اجت على فيديو كيف خسرت 30 كيلو في عندي لكم مفاجأة كتير حلوة بس ما رح احكي عنها رح تشوفوها بالفيديوهات الجاي بس كتير في ناس طلبتها مني وحبيت ألبي رغبة الكل وهلأ خليني احكي لكم ليش تأخرت بهذا الفيديو بصراحة مو انا اللي تأخرت تجهيز وتصوير هذا الفيديو كتير تأخر يعني تصوير الفيديو هذا استغرق خمسة أيام طبعا أنا ما توقعت هيك وبالعادة بعد ما أنزل فيديو برتاح يومين لأفكر بفيديو جديد وممكن ياخد التصوير مني إن كترت يومين والمونتاج يوم وهيك بنزل فيديو على المرتاح كل أسبوع وبصراحة يعني أنا أخذ موضوع اليوتيوب شي حابة أعمله يعني ما بحب أضغط حالي كتير وما بحب كل أيام تصوير ومونتاج يعني بشتغل على ريحتي بكل صراحة بس هذا الفيديو لو اعرف كل هالوقت رح ياخد تصوير كنت صورته بكير مباشرة بعد ما نزل اخر فيديو عكل لو تفتح عمل الشيطان لهيك قدر الله ما شاء فعل طبعا اليوم رح نعمل اكتر من شكل للايس كريم وكلها بالفواكه وبالنسبة للجبس فرح نعمل نوعين أول نوع يلي بديت فيه كان بيحتاج سكر حسب الرغبة وماء الجبس المصفى بتحبوا تعملوه على الخليط أو على بلندر. أنا عملته على البلندر حسيته أريح وبعدين صفيته وحركته على البارد مع السكر وبعدين حطيته على الغاز ودوبت نشا طبعا لكل كأس ماء جبس بيحتاج ملعقة كبيرة نشا وبس يغلي منضيف النشا شوي شوي ومنحرك وبس يسمك منطفي تحته ومنضيف لكل اسماء جبس ملعقة صغيرة عصير ليمون وكمان حطيت ملون لحتى يصير لونه أحمر وهيك بيكون جاهز السكن. طبعا حطيته انا ما كان عندي قوالب فجبت كاسات بلاستيك وغلفتهم بالستريتش وبعدين دخلت الاعواد بالستريتش وهلا صار وقت الجد وهون بلش الشغل اللي اخد مني خمسة ايام اول يوم كنا بالسوق اشترينا الاغراض وتاني يوم بديت بالشغل وهاد تاني يوم وظنيت رح يخلص كل شي بهاد اليوم بس للأسف ما خلص هلا خلوني احكي لكم عن الالية اللي عملت فيها هي البوزة عملت على طريقة الشيف طاشمان مع شوية اضافات اول شي خفقت الكريمة السائلة مع حليب بودرة لكل علبة كريمة حطيت ملعقة كبيرة حليب بودرة وبعدين ضفت علبة حليب النسلي وكمان خلطتهم مع بعض وحطيت الكريمة بالثلاجة لحتى تبقى معي باردة طبعا غلفتها بالستريتش وبلشت اجهز الفواكه المفرزة قسمتهم لقطع صغيرة وضربتهم محضر الطعام كان عندي جبس بطيخ اناناس فريز موز كرز وكيوي طبعا ممكن الفواكه تعمل بنفس الطريقة في فواكه مثل الكيوي والكرز حمضيات لهيك تفطلن عصير ليمون وكمان ليغني الطعم حطيت لبن وهي المواد بالذات والفواكه بتفرز مي كتير لهيك بيحتاجوا كمية كريمة اكتر مثلا الموز اصلا هو قوامه بيعطي سماكة والشطة يلي بالبوزة لهيك ممكن تحطوه بدل الكريمة مثل ما عمل الشيف عمر بوقتها حط فريز وشوية حليب وموز. طبعا هاي مو الطريقة الاصلية لصنع البوزة بس انا عملتها تعويضا عن الجمادات اللي بكونوا موجودين بالمعامل لانه قبل ما اعمل هذا الفيديو تواصلت مع شخص عنده معمل بوزة وسألته عن الاسرار فحكى لي انه الطريقة حليب بغلوه عن النار وبس غلا بيكونوا مجهزين بودرة سحلب ما سكر كتير بيخلطوهم منيح مع بعض وبعدين بيضيفون شوي شوي على الحليب المغلي وبعدين بس سمك بتركوه يرتاح وبعدين ببلشوا يجمدوه بهي الآلة طبعا انا ما عندي هاي الاله ومي موجوده باي بيت لهيك ما حطيت حليب سائل حطيت كريمه وحليب نسله وحليب بودره ولحتى ما يتشكل عندي بلوريات مائيه بقلب البوزة صرت كل ساعتين اخفقهم بالمكسر لحتى كسر كل البلوريات يلي بالبوزة مثل ما عملت الشيف علا طاشمان تماما وهي العملية اللي أخرت الفيديو لأنه أنا كررت هاي العملية لمدة ثلاثة أيام لحتى صارت البوزة خالي من البلوريات تماماً وبالنسبة لبوزة الجبس فلأنه قوامة مائي ضفت لها كريم شانتي وباقي الفواكه كمان يلي شفتها بآخر مرحلة بتحتاج قوامة كريمي كمان ضفت لها كريم شانتي وبآخر مرحلة من الخفق بلشت أضيف الملونات بصراحة الملونات يلي اشتريتها من الميكروس خاصة اللون الأصفر ما اللون اللي بدي إياه هلأ اللون الأخضر مع الكيوي طلع حلو نوعاً وبالنسبة للبطيخ فدمجت اللون الأصفر والأحمر فطلع اللون السموي اللي راح تشوفوه وهون بعد اخر مرحله بلشت احط البوزة بقوالب واشكلها مثل ما بدي فحطيت بوظه الجبس بقالب الجبس مثل ما شفتوا سقبته بسكين لحتى ادخل فيهم الاعواد الخشبيه وبعدين اجيت هون اعمل سندويش الايس كريم كمان صفيت البسكويت بمنظم وحطيت طبقه بوزة من كل نوع ورجعت عملت طبقه بسكويت طبعا هون انا ما كملت لانه حسيت البوظه مو متمسكة معي وراح تعذبني لهيك قلت بتركهم لبكره وبهلا اثناء حابه ارد بعض التعليقات والاسئله يلي اجتني على فيديو كيف خسرت 30 كيلو اول تعليق من صبيه كتبت انه هذا الرجيم خطير وروحوا شوفوا لعند ساره بوفيت وعامل رجيم كتير منيح ومن شهر نزلت عليه 7 كيلو طيب انا حذفت تعليق الصبية لانه ما رح اقدر ارد عليه بتعليق لازم احكيه بفيديو لهيك قلت بحذفه وبس لي برد وصدقا نسيانة اسمه بس بغض النظر نحن بهمنا المضمون وممكن كتير صبايا يخطر نفس الشي اللي خطر له بداية حابة يوضح لكم شوية مفاهيم بالرجيم وبنفس الوقت رد على تعليق الصبية حبة حبة اول شي كاتب الرجيم خطير ما بعرف وين الخطورة بانك تاكلي خضار ولحوم فقط وتاكلي بوزن اللحم ذات وزن جسمك يعني وزنك اذا كان مية فانت بتحتاجي يوميا كيلو من اللحم سواء دجاج سواء خروف سواء سمك او تشكلي بينهم ما في مشكلة بجوز انك سمعتيني عم بحكي تجربتي بالصيام المتقطع بس بتم تجربتي الي وبعد ما حكيت تجربتي حكيت انه ممكن يجي سائل ويسأل انه شو لازم اعمل هلا فقلت النظام يلي راح يمشي عليه سواء النظام الغذائي او الرياضي وخبرتكم اذا بدكم وجبتين اليوم او وجبة او بدكم تتطوروا بالصيام وكل كل شوي احكي انه الصيام المطول بده تيست واختبار يعني نبهت كتير على هالقصة اضافة حكيت انه الرجيم الصح مو يلي بينزلك وزن اسرع لا الرجيم الصح هو يلي بنزلك وزن بشكل صحي وبالتالي انا الصيام المطول ما عملته لانزل بسرعة بل لحتى ينضف جسمي واصلا الصيام المطول ما بينزل وزن هي حقيقة عقد ما بينظف الجسم بس بالمقابل ما بتقدري تاكلي كل شوي وانتي عم تعملي ريجيم وتفتحي معدتك مو منطقي وصدقيني ما رح تصغر معدتك ولازم انتي تتخلصي من هالسموم لحتى لما تتركي الريجيم ما ترجعي لوزنك القديم لهيك قلت انه لازم اي نظام بتتبعيه يحتوي على ادنى مستويات الصيام المتقطع يلي بيكون بين بعد ست ساعات من الاستيقاظ وست ساعات قبل النوم يعني 8 ساعات بتاكلي فيهم وجباتك المحددة الكم والنوع مثل ما حكينا بتحبي تاكلي وجبتين بها 8 ساعات او وجبة وحدة وجبتين يعني ببداية 8 ساعات او بآخرة النقطة الثانية انه كاتبة روح عن سارة بوبفيت عامل رجيم نزل عليه 7 كيلو بالشهر اول شغلة ببداية اي رجيم اي حدا بنزل بسرعة واذا كان وزنك عالي لا تستغرب انه تنزلي كمان 15 كيلو بعدين ببلش نزول الوزن بتباطأ الشغلة الثانية أي النظام تتبعيه بانتظام تنزلي ولكن هل هالنظام صحي أم لا هون الحكي الشغلة الثالثة سارة بوفيت هي محتواها بيستدعي أنه تنوع بالأنظمة الغذائية لأنه محتواها فقط سبورت ورياضة وهالقصص وأصلا سارة كمان ذات عاملة فيديوهات عن الصيام المتقطع وببدايتي بالرجيم كنت كتير أشوف فيديوهات وكتير ألعب مع الرياضة بس بعدين لما عرفت أنه النظام الغذائي أهم من الرياضة بالرجيم صرت أشوف الدكتور بيرج واتبع حكيه وصرت أهتم بالتمحيص أكثر أنه أسمع دكاترة الغذائية اللي بيحكوا عن الطعام اللازم للرجيم من ناحية طبية وعلمية لأنه فقط صار بدي جسمي يكون معافى أكثر من أنه أنزل وزن وبالآخر كتير بيقولوا أنه سأل مجرب ولا تسأل حكيم وأنا هي تجربتي وهون كان آخر يوم وكنت كتير مبسوطة بالنتيجة لأنه كنت ناوي أخذ هالقالب لجماعة وعندهم أطفال فلهيك كتير كنت حابة يطلع شي حلو والحمد لله كتير حبيت هلا أنتو بشكل عام بس شفتوني عم بعمل كميات كبيرة معناتها رح أخذهم لعند حدا فهون بلشت بالتجهيز للعرض الأخير غطست القوالب بالشوكولا وبعدين بلشت أصفهم قطع البوظة يلي زينتهم هلا زوجي قال لي كثير صاروا معجقات وانا كمان حسيت هيك بس انه الاولاد بفرحوا عليهم بالعكس وصرت ارش عليهم تحت كل قطعه نفس الزينه يلي عليها مثل كانه نازل منها حسيت هيك فكره حلوه وهلا بس حابه انوه لشيء انه حواف القالب اذا حابين تبين كطبقات الايس كريم تقدروا تحفون لانه اذا باين عليكم صايره الحواف مموها يعني الالوان داخله في بعضها مو ظاهره كطبقات بشكل منفصل بس انا نسيت احفها وما ذلك انه هيك حلو اي أيوة والله لهون خلص فيديو اليوم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا واستفدتوا فيه في ان معاً اشتركوا بالقناه 80% من الناس اللي عم تشوف الفيديوهات مو مشتركه وفعلوا زر الجرس ضروري اضغطوا عليه مرتين ثلاثه الغوا ورجعوا فعلوا وبعدين اعطوني ارائكم واقتراحاتكم بالتعليقات وحطوا لي على كل الفيديوهات وتفاعلوا وتابعونا ولا تنسوا تحبونا ان شاء الله هات العافيه صح وهنا الله يسكر